كتير مهمين بيملكن فريق سترونج جروب نحكي عنهم بالمباراه. خلينا نتابع البوز على انطلاق الجيم. زاك لافتون بسجل مجموعه من وقت قليل. المنتخب الاماراتي فاز على فريق الوحده السوري. وهون بالكمان عم بسجل. لعب بالان بي اي اكثر ايام ولعب بالان بي اي مع دنفر ناجتس. ونقطتين نقطتين عم يتساعد ليعطي تقدم لصالح فريق سترونج جروب. زاك لافتون بيرت بسجل نقطة. ولافتون بايده الشمال بينجح زاك. ست بريك احمد ابراهيم بيروح على السلة بايده الشمال بسجل احمد وبيعطي تقدم اربع نقاط. بداية مين بده يجرب يلعب؟ بده يجرب يلعب على تحت السلة. اوف بلوك شوت وتسديدة ابراهيم توماس. التسديدة ناجحة. ابراهيم لبرا عند ابراهيم. ابراهيم توماس للمرة الثانية بالجيم عم يسجل عن الارض. لرينالدو بالكمان كمان بيخترق بسجل مع الخطا بسجل مع الخطا. اربع نقط لبالكمان. ترانزيشن ديفانس بتبقى لصالح محمد شباز يلي بيسجل بيسجل اولى نقاطه. محمد شباز بدنا ننتبه كثير من تسديداته الثلاثية. هيدي التري بوينتس التاسعة لإله بهالدورة. ابراهيم اوف اوف ملا بلوك شوت عملوا عليه بالكمان. رينالدو بالكمان عمل عليه بلوك شوت. رجع شوف الريبلاي شوفوا كيف وقفوا لابراهيم توماس. Yo, mga idol, bago tayo magpatuloy sa ating video ay may papakilala lang ako sa inyong isang sports betting app. Ito nga ay ang 1xBet. Meron dito PBA, NBA at iba pang sports and casino games. Napakadali lang mag-register mga idol, gamitin lamang ang ating promo code na BIGGAME at pwede tayong makatanggap ng up to 7,000 bonus sa ating first cash in pa lamang yan mga idol. Sa mga gusto mag-register ay ilalagay ko ang link sa comment section at sa description box below. Maraming salamat mga idol. Hamad Shabazz بيعمل move وبسجل بايده الشمال. عم يعطي تقدم فيني محمد شباز. عطيه مهمة الدفاعية المدرب جاد الحاج. نيك يونغ بسدد. اوف نيك يونغ عم يسجل امام المنتخب الاماراتي. وحده من سبعه امام النصر الليبي. وبرد سريعا. الديفنس السايز لازم نلعبه كله بهيدي الجيم. محاوله ثلاثيه كمان عم تنجح. الفارق بيطلع لخمسه. كريم حاله كثير. الموف يا عز الدين. نايس موف من كريم عز الدين. عم يعمل التمريرة وهون عم تكون ناجحة. كمان جيروم لاستيموزا قاعدين ما يسجل. لأنتوني للمرة الثانية على التوالي عم يسجل نقطة السادسي. لأنتوني بسجل كمان ثلاثة تري. سجل بجيم واحد وهذا الشيء عمله بعشرة أربعة 2021. عم برد اللاعب الفلبيني زاك لافتون. حلو كتير يا زاك. عشر نقاط لزاك لافتون. وكمان نقطتين جديد نقطتين جديد. طبعا اكيد الامور خارجة عن ارادتنا. تسديده ثلاثية كمان. تقدم ثلاثة. نيكيون اوف نيكيون كمان عم ينجح. 8 نقاط ونص بيبقى. شوف هون بالإعادة زاك عم يطلع كمان. وهون تسديدة سريعة عم يسجلها سيدريك بارفيلد. عم يسجل بالهجوم مين؟ جاد بيعمل فيك بياخذ تسديده ما بتنجح المحاوله الثلاثيه. وسترونج جروب ياكل لبريك منه كثير طويل لانه رح نجرب يكون كمان باتصال سيدريك بارفيلد. لبرا محمد شباز بسجل بسجل. قد ايه خطر
تاني 3 بوينتس له بالمباراه مقطوعه من فريق سترونج جروب ونقط طير عم يسجلهم كمان محمد شبز نقطه ال 15 بيرجع بيطلع الفارق بيرجع بيقدم مستوى جيد جدا بالكورتر الثالث تسديده سادريك ما بتنجح اوفنسيف ريباوند ونقط طير عم يسجلك بمرق لبرا اوف اوف محاولة ثلاثية فريق دينامو يلي بعد عودته للبنان رح عنده مباراة مهمة كتير أمام فريق الحكمة على صدارة ستيبس بطولة لبنان لكرة السلة بالية ليتحضر لهيدي المباراة بينما فريق دينامو عم يتحضر بدورة دبي الدولية وأحمد إبراهيم حاليا عم يسجل نقطة الرابعة وعم بيقول له للحكم في خطأ تكنيكال الشيء اللي قاله لأنتوني بروح على السلك لأنتوني بسجل نقطه 16 بتحمل يكون زاك لوفتون على أرض الملعب برايز عم نلعب زون وهون نقطتين جديد سادريك بالكمان بسجل رينالدو بالكمان نهينين أبدا من سترونج جروب عم يخترق البيس لاين الطابة بتوصل لبرا كمان أوبن شوت أوبن شوت ريباوند لا 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 عملته جامبلينج عطيته اوبن اوبن شوت للاعب الفلبيني من بعد بالك زاك لوفتون ما بيسجل بتابع كلي انتوني 20 نقطة لك لي انتوني مدرب جاد الحج وايزي باسكت تحت السلة ايزي باسكت ابراهيم الطوب وهون الكوارتر الكوارتر الثالث برا جابرييل صليبي ابراهيم يلعب على السلة بسجل ابراهيم 14 نقطة لابراهيم عم يطلع الطابة لبرا عند نيك يونغ 11 نقطة لنيك يونغ ثلاثة كل ما نقرب يكون عندنا فرصة نعدل أو نتعدل عم نضيع فرصة على عكس الفريق الفلبيني يلي هون عم يسجل له جيروم لاستيموزا زاك يسجل نقاط عم يلعبوا يشتري مع بعض هيدي هي بيحترق وصل على السلة اثنين او هالكمان عم يلعب كلاعب فلبيني مثل ما قلت لكم البلانك شوت من احمد ابراهيم لكن بتابع 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 جيل كريم عز الدين على الريباوند جاد خليل بطلع الفاست بريك مع زاك لافتون يلي بيسجل تحت السلة بالكمان كمان ما بيسجل واوفنسيف ريباوند ونقطتين كليانتري عم يسدد عم يسدد وعم يعطي تقدم لبناني بهالوقت قد ايه حكينا كليانتري بيعطي التمريرة لعند سادريك بارفيلد ريباوند جاد خليل بيعمل كنترول على ديفنسيف ريباوند بدنا نروح احمد ابراهيم بيخترق بينقلها لجهة كليانتري على الويك سايد شو حلوة التمريرة كليانتري عم يسجل السادسة 28 نقطة لك بارفيلد بيخترق السلة بيسجل سادريك بسجل وهون تسديده ثلاثيه لجويل كمان ما بتنجح بيعمل كنترول على الريباوند والمباراه عم تنتهي فريق دينامو لبنان عم يفوز على سترونج جروب الفلبيني المدرج